إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، بنتأمل النهاردة في إنجيل لوقا الإصحاح التاسع من الآية 10 للآية 17، المعروف بإنجيل إشباع الجموع. أنا أتكلم في أربع نقاط وقصة، بعد الأربع نقاط هختم بقصة كالعادة. النقطة الأولى لقاءات روحية، النقطة الثانية حسابات بشرية، النقطة الثالثة نعم إلهية، والنقطة الرابعة خبرة إيمانية. نختم بقى في القصة وقتها. أول حاجة لقاءات روحية، النقطة الأولى، يسوع لما رجع، لما الرسل رجعوا وصنعوا، فأخذهم وانطلق إلى موضع قفر. يعني إيه موضع قفر؟ موضع خلاء. يعني ايه موضع كفر؟ بعيد عن عينين الناس، حاجة كده شبه لو واحد راح دير مثلا من أديورة، يعني مكان غير أهل بالسكان. والحقيقة ده مهم جدا، عشان كده سميت النقطة الأولى لقاءات روحية. يسوع كان مهم جدا 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 يتقابل مع تلاميذه الرسل في مكان بعيد عن أعين الناس. ليه يا رب؟ ليه؟ لأن كان مهم جدا كل فترة هو بيكون ناس، بكرة وبعده هتبشر المسكونة كلها، يكونهم، يدربهم، يعلمهم، شوية شوية يقيم الدنيا ماشية ازاي على مستويات معينة في الخدمة، إذا جاز التعبير يعني. عشان كده بقول إني إحنا محتاجين كل فترة نعمل هذه الوقفة. الوقفة، البعض بيعمل رياضات روحية، كان لسه في رياضة روحية مدتها 6 أيام والناس ما بتتكلمش، صامتة، أنا ويسوع بس، طبعا في القداسات بس والمشاركات والإرشاد، لكن غير كده محدش بيكلم حد، بتوصل لبعض الأحيان لشهر. تخيل لو أنت بتقعد شهر ما بتكلمش حد. واحد دلوقتي يقول الجماعة دول، حد يقعد شهر ما يكلمش حد، الواحد يتجنن، يكلم نفسه. بالعكس، الخبرة يمكن بتبتدي بيوم ثم يومين ثم ثلاثة، يعني الناس ما تبتديش بالشهر مرة واحدة، لكن قد إيه ممتعة. ليه؟ لأن المكان هناك أنت وربنا بس، ومرشد طبعا بيتابعك، بيتابع مسيرتك. بصراحة لو عايزين ننمو روحيا محتاجين كل فترة نتقابل معاه في موضع قفر، لقاء روحي. عشان كده سميت النقطة لقاءات روحية، مهمة قوي. طب يا ابونا لو احنا مش هنقدر نتقابل معاه في مكان زي كده، في بدايل، في بدايل. ممكن تقعد قدام القربان، تيجي كده لوحدك هنا في الحته دي وتسجد قدام القربان وتتكلم معاه في وقت ما يكونش في حد في الكنيسه مثلا. يعني ممكن كمان تعمل تامل شخصي يومي، الصبح او بالليل زي ما تحب، ما يعديش يوم من غير ما تعمل نوع من التامل، يعني تتامل في كلمته. ممكن تعمل فحص ضمير يومي بالليل قبل ما تنام كده، تغمض عينيك تصلي صلاة الشكر أو تصلي صلاة شكر، ترنم ترنيمة شكر، وفي الآخر تحاسب نفسك على اليوم، بتشوف الحاجات الحلوة اللي عملتها وتقول له شكرا ليك يا رب، والحاجات النص كم اللي عملتها أقول له سامحني وخليني بكرة أعمل إيه، أتقدم في النقط دي كلها. دي مواضع تأمل لو ما عندكش وقت تقعد خلوة روحية في عدد من الأيام. لكن مهم جدا لنموينا الروحي هذا اللقاء، مهم جدا جدا. اوعى يعدي يوم من عمرك من غير ما تقعد القعده دي ان شاء الله ربع ساعه، ان شاء الله ربع ساعه. رقم 2، حسابات بشريه. يبقى رقم 1 لقاءات روحيه، رقم 2 حسابات بشريه. ربنا قعد معاهم في موضع قفر على انفراد، كويس، وكان بيكلمهم عن ملكوت الله، واللي محتاجين للشفاء شفاهم، واخذ النهار يميل. دخلنا كده على العصريه ودخلنا على المغربيه. فالتلاميذ لما شافوا خلاص داخلين على نهايه يوم، راح قالوا ايه؟ ال 12 راحوا للمسيح وقالوا له ايه؟ اصرف الجموع، احنا ما عندناش اكل للجماعه دول، اصرف الجمهور.
لحتى تكملة الآية لينطلقوا إلى القرى الحقول. بصوا هو احنا جايبين قرى كده حوالين، كل واحد يشوف بقال يشوف سوبر ماركت، طبعا ما في سوبر ماركت وقتها، يدور على لقمة يأكلها ويرجعوا لنا تاني. ده كان اقتراحهم، ده حلهم للمشكلة. حسابات بشرية، ما يعرفوش ان هم مع ملك الملوك ورب الأرباب. الغير مستطاع عندنا مستطاع عنده هو. لما تقفل خالص بحساباتك وعقلك سيبه هو يتصرف، وهتشوف العجب، هتشوف معجزات بيعملها معاك. حسابات بشرية، حسابات بشرية مع بطرس، بيقول له ادخلوا جوه، قال له لقد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. حسابات بشرية، تقول لنا ادخلوا فين يا عم؟ ده انا شيخ الصيادين وفاهم بعمل ايه كويس جدا جدا، انا ما اقدرش ادخل في التوقيت ده من النهار عشان اصطاد، لان احنا جربنا وفشلنا. كم حد فينا قعد يحسبها بدماغه وفشل، قعد يدبر حياته بدماغه وفشل، قعد يفتكر ان بدماغه هيظبط الدنيا وفشل. حسابات بشرية، حسابات بشرية. عشان كده بنطلق للنقطة الثالثة، هي نعم إلهية. أفكركم لقاءات روحية، حسابات بشرية، نعم إلهية. قال لهم طب مش أعطوهم أنتم لإيه؟ ليأكلوا. هو لو بالعقل كده، لو إحنا نقدر نتصرف ما كنا جيد. إحنا بنقول لك نعمل إيه؟ يعني حل من الحلول نبعتهم يدوروا على أكل بعيد عن المنطقة، يعني يشوفوا مكان تاني، لأن عددهم كبير 5000، وما كانوش بيعدوا الأطفال ولا السيدات، يعني 5 غير الأطفال والسيدات، العدد مش سهل. قال لهم طيب جمعوهم 50-50، وأخذ الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجميع. التلاميذ اللي كان بعقلهم البشري وحساباتهم البشرية مفيش أمل، بلديهم بيأكلوا الناس بخبرة مهمة أوي، هنشوف آخر نقطة سموها خبرة إيمانية. اللي قالوا له ما فيهاش حل، مقفولة، معقدة، هم اللي أكلوا الناس، هم اللي أكلوا الناس. عشان كده آخر نقطة أحبائي، خبرة إيمانية. إيه الخبرة الإيمانية؟ إن حتى المعجزة دي كان المسيح بيعلم التلاميذ، وكل معجزة كان بيعملها مش الهدف شو في توقيت معين طلب يعمل معجزة، ما كانش بيعمل معجزات، لكن كل مرة كان في احتياج أو تكوين أو تعليم، في هدف للمعجزة، في هدف للمعجزة. إيه الخبرة الإيمانية اللي خرج بها التلاميذ من هذه المعجزة؟ إن مفيش حاجة صعبة عليه. طبعا لينا النهاردة في واقعنا النهاردة، مفيش حاجة صعبة عليه، مفيش حاجة صعبة عليه. عشان كده ناس كتيرة فكر بالنهار وهم بالليل، في ناس بتقول لي أبونا أنا مش بقدر أنام طول الليل من الفكر. كنت نزلت من كام يوم عصفور بيس على عصفور، هم الجماعة دول ملهمش إله زينا، البشر يعني ملهمش إله زينا. طب ده احنا اللي عندنا زرع ولا بنحصد ولا عندنا مخازن، وكل يوم مفيش يوم متنا من الجوع، دي العصافير لو بتنطق لو بتتكلم. هم ما عندهمش الاله بتاعنا اللي بيخاف عليهم واللي بيحبهم، اللي يوميا كل يوم بيقول لا تخاف. ما تخافش حبيبي، ما تخافش. اللي خلاني بهتم بالعصافير مش اهتم بيك. عشان كده كأني ربنا بيقول الدين القليل اللي عندك وانا بارك فيه، لازم تعمل مجهود. عند قبر العازر قال لهم ارفعوا الحجر، الله اللي هيقوم ميت مش هيقدر يرفع الحجر؟ لا، ما هم لازم يشاركوا حتى لو قليل، حتى لو موجود قد كده، عشان يتاكدوا كمان ان معجزه. ما يمكن واحد شبهه، ما يمكن جابوا واحد وحطوه وعملوا تمثيليه. عشان كده يا احبائي قدم القليل اللي عندك، ما تبخلش بيه وربنا هيبارك في الباقي. حكيت لكم عن البنت اللي بنجمع لاخوه الرب في كنيسه من الكنائس، وكان كل ما تاكلوه 5 جنيه،
وخمسة جنيه ده سنة تقريباً 93-94 كانت تقريباً يعني كل مصروفها، يعني هي مصروفها في الأسبوع. فبقول لها يا حبيبتي بنت شابة جميلة كده 18 سنة، خدي خلي 2 جنيه ونص معاكي و2 جنيه ونص الدهن عشان تصرفي. قالت لا أكيد في ناس محتاجة أكتر. بعدها بثلاث أربعة أيام بعد العيد، بعد العيد باباها شغال في مصنع، يجي المدير ويديله ظرف فيه 500 جنيه. قال له صدقني أنا مش عارف أديك الفلوس ليه، بس في صوت جوايا، ومش منحة لكل الموظفين، لا للراجل ده بس. هو ما كانش يعرف ان بنته حصل معاها ايه، مامتها اللي كانت تعرف. فرجع طبعا زبط البيت، الراجل ده متجوز عنده 6 عيال. المهم خد بقى لحمة يعني الدنيا زاطت كده، وفاكهة وخضار، يوم عيد يعني. فالست بتقول له ده حتى النهاردة يوم 15، ده مش وقت قبض، بتقبض انت في اول الشهر. قال لها اللي حصل مع المدير 1-2-3، الحكاية ده حصلت بالفعل مع ناس عارف. قالت له بنتك من كام يوم بيجمعوا لإخوة الرب عشان يزوروهم في البيوت، اتبرعت بخمسة جنيه مصروف. بعد 3-4 أيام كانت 500 جنيه. طوبى لمن يتكل عليه. مرة من المرات مع الخدام بنزور بيت من البيوت وكان مكتوب 19 كذا، فأنا نسيت وكتبت 29 كذا. راحوا المكان الغلط لقوا أرملة عندها 3-4 عيال وبقى لها 2-3 يوم بتصلي إن ربنا يبعت لها حد عشان الأكل والشرب واللبس. العنوان الغلط بالنسبة لنا مش غلط بالنسبة لنا. قل لي مرة من المرات سابك لما هيسيبك دلوقتي، قل لي مرة من المرات غمض عينه وما سمعكش لما هيطنشك دلوقتي. ده متاح 24 ساعة والشبكة شغالة باستمرار، ما عندوش شبكة واقعة، ولا لقد نفذ رصيدكم، ما عندوش ده. خبرة إيمانية. القصة اللي وعدتكم بيها بتتكلم عن واحد، الواحد ده كان متعود يدي العشور، يعملوا معروف ادوا العشور، يقول لك ادوني العشور وايه وجربوني، اللي ما فيش جربوني تاني وشب عينيك هيعمل معاك ايه. طيب العشور منين؟ من اجمالي الدخل، مش الصافي، الميه والنور والكهرباء والمجاري واللي ويتبقى ايه 100 جنيه نديله 10. لا يا حبيبي، من الاجمالي. انت تضحك عليه ولا ايه؟ انت قبضت كام؟ 1000، يبقى ليه 100. طبعا في ناس بتدفع 20% و30% و40% وربنا بيديها اكتر واكتر واكتر. طبعا خبره. الراجل ده كان عنده بدله قديمه في الدولاب، فكان بيحط العشور كل اول شهر في البدله القديمه من غير ما يقول لمراته متجوز وعنده كام عيل. فهو فكر فكره وقال ايه، طب ما بدل ما كل شهر اول شهر اوديهم الكنيسه، طب ما انا اجمعهم مبلغ كبير ونشوف ممكن نوديهم كنيسه نساعد بهم حد، مش قضيه بس نعمل مبلغ كبير. ففعلا قعد فتره كبيره جدا جدا ما يديش العشور شهريه، لكن يحوشها فين؟ في البدلة ايه القديمة اللي فين؟ اللي في الدولاب، اللي مراته ما تعرفش حاجة عنه. الراجل تعب وجات له ازمة، كان لازم يعمل عملية. فقعد يقول له بص بقى انا مش هاجي جنب الفلوس اللي متحوشه دي، المبلغ اللي كان محوشه يجيب تمن العملية، بس اللي كان في ايده لا، كان حاجة بسيطة. قال له لو هموت مش هاجي جنب العشور اللي متحوشه للناس الغلابه. وراح المستشفى فقابل راجل كبير بدقن بيضه. خير يا كان يعرف خير؟ قال له انا ابني عنده نفس العمليه بتاعتك، ابني الصغير عنده 8-9 سنين عنده نفس عمليتك، وانا خلاص جيت للدكتور ودفعت الفلوس وهعمل العمليه لابني. تكلفتها كام؟ راح قال المبلغ. قال له على المبلغ، فالراجل عنده الفلوس في البيت، كان ممكن بقى بأي حال بقى أجيبها، طب أدفع أصرف أدفعها للعملية وبعدين ربنا يدبرها، يعني كان ممكن يعني في مساومات كده أحيانا. قال يعلم الله حتى لو هموت برضه مش هاجي عند فلوس الناس الغلابة. ففكر هو ومراته تفكير تاني، يروحوا مستشفى حكومة، دي مستشفى خاصة، يروحوا مستشفى حكومة ويعملوا العملية تقريبا من غير فلوس. وفعلا عملت العملية ونجحت.
فلما رجع قعد يومين ثلاثة في المستشفى، لما رجع البيت عايز بقى يطلع المبلغ الكبير يساعد يعني مع الكنيسة، يساعد حد أو هو يدي الكنيسة، المهم يعني. فقال لها دخل كده ما لقاش البدلة، أول ما دخل كده فتح الباب وفتح الدولاب ما لقاش البدلة. قال لها كان في بدلة قديمة في الدولاب، قالت ما أنا عطيتها لواحد غلبان، ما دورتيش في الجيوب؟ قالت له لا، مع ان الستات يعني مش عارف بيدوروا ولا ما بيدوروش، في ستات وستات. طيب وديتها لمين؟ وديتها عند ابونا فلان الكنيسه. راح لابونا فلان قال له ابونا استاذنك كان في بدله حد خدها من عندنا، انا محتاج البدله دي ضروري. قال له يا ابني كان في من كام يوم حد محتاجها واعطيناها له. الحد ده مين؟ قال له سين من الناس اللي هو عارفه. راح خبط عليه، ولما فتح له الباب لقى الراجل الكبير ابو دقن بيضه اللي عمل لابنه العمليه بالفلوس. فطبعا الراجل قال له انا جاي اقول لك الحمد لله بالسلامه، اقول لابنك الحمد لله بالسلامه ونشكر ربنا. قال له معجزه كبيره، انا ما كنتش لاقي اكل وابني كان لازم يعمل العمليه والا هيموت، فربنا بعت لنا بدله من الكنيسه، بحط ايدي في جيب لقيت المبلغ وزياده. طبعا هو قال له الحمد لله بالسلامه مره ثانيه. احبائي لقاءات روحيه محتاجين نمر بالقفر، بالصحراء، بالقعده مع نفسنا، بمراجعه الذات عشان نتدرب ونتكون، عشان ننمو روحيا من خلال تامل، فحص ضمير، سجود قدام القربان زي ما انتوا بتحبوا، حسابات بشريه. التلاميذ بيقولوا له الجماعة دول كتار ومش لاقين نأكلهم. نعم إلهية، الأكل مش بس بيكفي 5000، بيفيد 12 أفة عشان نوصل لخبرة إيمانية. يا ترى النهاردة نتعلم إيه؟ القليل اللي عندك قدمه وربنا أبدا ما يصيبه. غمض عينيك معي وقول له أشكرك يا رب، أشكرك لمحبتك، أشكرك لرعايتك، أشكرك لأنك ما سبتنيش قبل كده لما بتسبني دلوقتي. خلينا أشعر بلقاء شخصي، لقاء روحي شخص معاك، مش بالحسابات البشرية جربته وما نفعتش، عشان أتمتع بالنعم الإلهية، عشان يبقى عندي خبرة